دل جوینا خوب کن، اما والا دعوت کن دقایق رز کرتش بو ویرانی نشید. جوینا سالش چیبو؟ بلدیا قامشلو، قسم به قسم جهاتی که بلکی جرات جیگل که ولی حاضر مگوشی. یعنی اف جوین سالش جهات خوندن، هوا لی می بلدیا بیشتیجی، لی حاضر بون هج. تتشكل البلدية عدد من المكاتب والأقسام والموظفين، ويشمل العمل طلبات الشعب من جميع النواحي الخدمية بشكل يومي، مما يؤدي إلى العبء الكبير الذي يقع على عاتق البلدية، وهذا يؤدي إلى نواقص في العمل وخاصة بعد الثورة، في زيادة عدد السكان والتوسع العمراني والجغرافي الذي يمتد من بلدية تنورية شرقاً إلى بلدة قرباوي غرباً. وأيضا تنظيميا هناك نقص في عدد الكوادر المختصة وبعض الأقسام، ويوجد نقص في عدد الأعضاء والعضوات، وأيضا عضوان من المكتب التنفيذي. وسوف نعمل جاهدين في سنة 2023 على تلافي هذه النواقص والاستفادة من تجارب وأخطاء سنة 2022. الفعاليات والنشاطات. عقد الاجتماعات الدورية للبلدية وبلداتها. عقد التكميلية الأسبوعية لرؤساء الأقسام. أرشفت الأوراق أرشفة إلكترونية بشكل يومي. مشاركة بعض الأعضاء في دورات تدريبية مفتوحة. تنظيف الأقمية من قبل البلدية لأجل حالات الطوارئ. فرز أعضاء المكتب التنفيذي على المكاتب في البلدية. نفذت أيضا مشاريع مختلفة في البلدية وبلداتها من ناحية الصرف الصحي وشبكة المياه والمجبول الزفتي. والحجر المكسر وبقايا مقالع والأرصفة ومداخل مدينة قامشلو وغرس الأشجار ضمن مدينة قامشلو ومداخلها وأيضا ضمن الحدائق. بقايا مقالع لبعض شوارع قامشلو، أم الفرسان شمال البلدية، جمعاية كومين الشهيد هوجر، ساحة الجراج الجديد، ساحة سوق القصابين. 5382 متر مكعب. تنفيذ فوهات مطرية لبعض الأحياء في شوارع قامشلو. هلالية كومين الشهيد خبر. كومين سوريا. الأربوية مقابل غازية جرمكري. كورنيش جنوب حديقة حلبجة. وحي غربي. 43 فوهة مطرية. مشاريع المرأة بناء مغسلة السجاد. مشروع المجبول الزفتي للشوارع حي الكورنيش هلالية، حي ميسلو، آشوري، زيتونية، قدوربك، حي السريان وبعض شوارع علاية، جمعاية جودي، طريقهم هيمو نافكر كبيرة، نعمتلي، حي العنكرية، بعض شوارع جرنك وبعض شوارع حلكو وحي الطي وحي الثورة. مشروع بقايا مقالع حي الجمعاي كومين الشهيد هوجر هلالية كومين الشهيد صالح هيمو الحزام أم الفرسان كومين الشهيد ريناس وكومين الشهيد أكرم وشارع المزارع حي الطيب كومين الشهيد قحطان وحي جودي كومين الشهيد مظلوم. ما وقتی کویرو امت بیژن کار کت بازار کی نا آواکی را که دکجرد به کداوجی جه حرمتیا جه تقدیریا لی وقتی کم هوتش تکی جوکی رد که اوج واکها دوی ببینی امت بیژن بلدیا مجی که دکی تشتی کود سالا در باس ویدا کر او پنجی سال بلدیات قامشلو تشتک و سالا چوی کری نهاتی کری. ام سرکفتن اجهر دو هفت سروکا
وري ببريا يا علي خدمي يكو يا فني كو افكار جوج واكيركن سركفتني وسباسيا واتك ددو مثلا ام بيجن هفسروكي بلديه ما حرمتي مجوارها هيا دو دنيا حموكي دا هفسروك بقدر قيمتن لانو خزمتا جواكي دكن باجارا باقش دكن حر تشتي خدمي جواكي دكن غرك زيارتا بلدي خوشي بكن ملطي خوشي بكن وحر تشتيش ملطي خوشي بدنا خويا كرن انا ام دا كومينا شهيد مظلوم طبعا تاخكا مظلومة يعني ببنابي جرنكي تيكوتن عرضك هيا يعني كان جارا مرافور هالدات انه مثلا اب عرضه بي حديقة بريار دركات على اساس انه قرار يا حديقية عرض بخوابني ملعبو يعني مخططة يا عرض بو بل ملعبو نهابو يا حديقة او حديقة دوي منطقة حموكي داد عن تريدة حديقة نينة ام هي بياما جو بلدياما الصالة بيش د د آلیه راجعان دنیا گلک تشتی کوتی کردن و دی بده خویا کردن د تلفزیون آدا لانو آلیه خدمی نتشتی که هندی که چپ قاسی آمد بازن دناف ویج واقعی دام تخبتن آمد بیشین آمی ویج واقعی پاکشیا و تریه و هر تشتی و لگور امکانیاتا لی وقتی کو بلدی در راجعان دنیا خدا بده خویا کردن کدای هواهی محموکا اون دانابی و امش دنیای رجدن خویا کردنم تشرکیدا ببی رنگی ها ام دشردنا و کارو خباتا خویا یا 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 بلدی و یا تنظی یا نظامی و یا مثلا پاپجی ام کارو خباتی خود لبر بلدی ما گرک هنکید آلیه فرص عمل جی جواک ما لی میزینی ام فرصتی که ترجم خواهد گابا ام رفنات کن ام دفتر ود کن ام کار که هیم بیشتر بود خواهد بود که بومی بله وک کلو تعلیقات تعقیبات مدانین وقال کنینا شیفر حکر او مجبول زفتی دوا بنا کمیات دیگه حاطب کرن کنینا شیفر حدنی سه سال افشار جار اک وحید دید زفتیه دولا اینا ما یعاد دورا بسن بکنی فقط طبعا اب زفت که ما و کمینا شاید سر حد مد خواست یه زفت ببه شارعک رئیسی هبو و بال نوری زانه به چه آمه مسار دابو بلدیه لنو حار قلاجیه او کمی بلو قلاجیه که لکه مطار ما باش بو تاخت نمقطوع به ما مسار دایی که حار کش یعنی خوبوی ریا مساری که مجر سمان حار به خلاف تا اش بو خاطره جر بوشی ام بیش وقت دراسه ما تسکی ودا جهر بی بو خاطر اب عدالت ابو هبات حنيت رجل واضح انها رفلك ما هي الشارع ما مسالي مخالفاتها هبا يعني از شخصي بني بالصلاة ما حول دار ما شهد بجيشو في تشكي الشارع داريا ما كسر بقى مسالة ما سكرين جرمي هنجد جد تير قدور بك عالم جم عباد بك اب املاك عامل برس بريد جمالة دار كبير داخير صد صد یک تیر دابت اجمد نزانه چکو دره تینه جمالی ریچی میتینه همه کابت سخته نه